هلا بتتذكروا امبارح حكينا كيف نعمل جنريشن اوف روتيتنج كونستانت ماجنيتيود روتيتنج ماجنتيك فلكس في داخل الستيتر تبع الاي سي ماشين، وهذا نفس الشيء لو كان اندكشن ماشين او سينكرونس ماشين. وحكينا انه الستيتر تبع الاندكشن ماشين بيشبه تماما الستيتر تبع لا السينكرونس ماشين. الاي سينكرونس والسينكرونس من ناحيه الستيتر متماثلين تماما، الاختلاف الاساسي هو في الروتر. فلو سحبت الروتر من هون وطلعت نفس المبدا من هون، هون مبدا عمالي بعمل جنريشن اوف كونستانت ماجنيتيود روتيتنج ماجنتيك فلكس. فكاني اذا طلعت في اي لحظه من اللحظات راح الاقي عندي بي، خلينا نسميه بي نت او يمكن اصح اسميه بي ستيتر على فكره انه هو ناتج عن الستيتر. اوكي بي نت من الستيتر وعماله بعمل روتيشن ات ان، وان راح احسبها بالار بي ام وراح نشوف انه ان بتساوي 120 للفريكونسي على نمبر اوف بولز وير بي از ذا نمبر اوف بولز. كمان البولز لازم يجوا هون يكونوا دائما رقم ايفن. فعندي هون ان، ان وحدتها ان ار بي ام، والاف اللي هي الفريكونسي تبعت السبلاي ان هرتز. 120 هو كونستانت، اظن هذا 120 مش دايمنشنلس. 120 مش دايمنشنلس عشان نظبط اليونتس ما بين الجهتين. عندي هاي في هي نمبر اوف بولز. هلا اذا بدنا نكون دقيقين هي نمبر اوف بولز بير فيز. كم فيز انا عندي في معظم الماشينز اللي بنطلع عليها؟ 3 فيز. هذا مش توتال نمبر اوف بولز، هذا نمبر اوف بولز بير فيز. اذا بي is poles per phase. اوكي في حين بي لما كنا نحكي عنها في الدي سي كانت البي توتال نمبر اوف بولز ان ذا ماشين. هون عندي توتال نمبر. فاذا كان عندي 3 فيز ماشين وكان عندي 2 بولز بير فيز، كم بول راح يكون عندي توتال في الماشين؟ 6 بولز. فاذا هذا دائما P is the number of poles per. هلا في بدي اضيف اضافه للي بديت اشتغل فيه امبارح لما حطينا رسمنا. طبعا هون بامكانك تطلع اليونتس تبعت ال 120 مش هيك؟ ال 120 بدها تكون هلا ال 120 هي بتمثل 60 seconds per minute و 2 pairs of poles 1 pair 2 poles per 1 pair of poles. من هون اجت 2 في 60 عشان تظبط اليونتس بين الجهتين، لانه انا ما بهمني البولز بير فيز، بهمني البير اوف بولز بير فيز. متذكرين شو العلاقه كانت بين الالكتريكال ديجريز والميكانيكال ديجريز؟ نمبر اوف بيرز اوف بولز في الدي سي ماشين. نفس الشيء هون العلاقه بين الالكتريكال ديجريز والميكانيكال ديجريز هون راح تكون نمبر اوف بيرز اوف بولز بير فيز. فراح اقسم بي على 2، لما بقسم بي على 2 وايش بصير ب 2؟ بتطلع فوق. وبدي كمان انا احول من هرتز لمينت، فايش اليونت؟ 60 سكندز بير مينت. 60 في 2 بتعطيني 120. هذا من وين اجت 120؟ 120 تساوي 60 سكندز بير مينت و 2 بيرز اوف بولز بير بولز. باي ديفينيشن لما نقول بير يعني 2 two poles per pair of poles. يعني لكل pair of poles بدي two poles. 2 في 60 اعطتني 120. هاي بتربط ايش؟ بتربط الدوران. ولذلك اذا فتحت اي سي ماشين وسحبت منها الروتر وجبت بوصله صغيره دفش، ما بنعملش احنا هيك في الواقع بس يعني هذا انا بحكي لكم نظريا، وحطيت في داخل هذا بوصله والبوصله حطيتها بحيث انه البلين تبعها يكون هيك، فالابره البوصله فري انها تعمل روتيشن. ايش السرعه اللي راح تعمل روتيشن عليها البوصله؟ على اوكي ان ار بي ام، راح تلف على سرعه ار بي ام. راح اشوف بوصله بتلف على سرعه ار بي ام. هاي البوصله بتمثل لي سرعه دوران الماجنتيك فلكس دنسيتي في داخل الماشين. بشرط طبعا مثلا نفترض هذا 50 وهذا 2. ايش يعني 2؟ كل فيز في له 2 بولز، يعني ال A له 2 بولز وال B له 2 بولز وال C له 2 بولز. بصير عندي 50 في 120
على 2 120 على 2 60 في 50 3000 في كل دقيقة هذا راح يلف 3000 لفة. اوكي هي السرعة اللي هي روتيشنال سبيد ان ار بي ام تبعت هذا السيستم. في شيء ثاني كمان لازم اوضحه هون، لما رسمنا امبارح انا رسمت بالشكل التالي البولز، وهو فعليا ما بنبنوا زي هيك، انا بس رسمتهم بهذا الشكل للتوضيح. خلينا نشوف كيف هم فعليا بنبنوا. لما رسمنا امبارح رسمت لكم انا مثلا البولز، جينا رسمنا اول واحد كان الاسود، فرسمت للار او الاير رسمت له كويل هون وكويل هون، وسمينا مثلا هذا اير وهذا اير برايم، مش هيك متذكرين؟ هو ما بنبنى هيك، ما بيجي زي الدي سي موتور بنبنى هون بول وهون بول، ما بيجي ملفوف بول محطوط هون، بنحط اسلاك هون واسلاك عفوا اسلاك هون واسلاك هون. فهذا بدل ما الاي يولد فلكس بهذا الاتجاه بسبب كويل هون وكويل هون، بجيب اسلاك الاي بحط مجموعه من الاسلاك الاي هون ومجموعه من اسلاك الاي هون، بحيث انه الكرنت لما يلف في هذول الاسلاك بهذا الشكل بيولد فلكس بهذا الشكل. فخليني مكان هلا هذول التنين البولز تبعون اي واي برايم، راح نجيب ستيتر وراح نحفر فتحات بالستيتر زي ما كنا نعمل. وين كنا نعمل هيك؟ في الروتر في الارمتشر تبع الدي سي موتور. خلينا نرسم ثلاث سلوت هون، نحفر ونحفر ثلاث سلوت هون، هي وحده هي تنتين هي ثلاثه، وراح احط في داخل هذول راح نحط هلا راح نحط سلك، بعدين راح نشوف الكونستراكشن الحقيقيه ايش. هي سلك سلكين ثلاثه، هي سلك هي سلكين هي ثلاثه. وهلا حتى يتكون عندي الفلكس بهذا الشكل من هون، فبده يكون كانه الكرنت في لحظه معينه راح يكون داخل بالصفحه هيك وطالع من الصفحه هون هون. يعني هو راح يلف بعدين راح يروح من ورا وبعدين راح يرجع، زي ما عملنا بدي سي موتور، بس هاي لازم تضلها فاضيه فما بقدر يرجع من هون، واضح؟ لهذا بده يجي من برا ويلف هيك، يعني هذا السلك بده يدخل هيك يروح هيك من ورا، ما بروح هيك بروح هيك من ورا بعدين برجع. اوكي هذا البناء الحقيقي مش زي هيك، هذا البناء كنا نبنيه لفول وين؟ في الدي سي موتور، كنت اروح الف لفه من هون وبعدين اسقطها حوالين الكور، مش هيك يكون عندي يوك بنسميه يوك ويعطيني فلكس. احنا مش هيك بنبني في الاي سي موتور، في الاي سي موتور عندي هاي الفيرو ماجنتيك ماتيريال مضبوط تبعت الستيتر، نحفر فتحات فيهم، ما بنحفر احنا طبعا، بس انا بستعمل التعبير نحفر. احنا اللامينيشنز هذول مش هيك اللامينيشنز بدهم يكونوا لامينيشن 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 من هون، واكون قاصص فيهم فتحات من هون، بنحط الكوندكتر، يمكن نحط اكثر من كوندكتر بس انا راسم واحد من هون، بدال هاد وهاد نعمل هذول التنين، وهذا بعطيني تو بولز. انا عارف انه غريب راح تقول لي كيف هذول، راح نعتبرهم هذول تو بولز، راح نعتبر كانه في بول من هون وبول من هون، فهذا بنعتبره وان بير اوف بولز، بس انا بديت في هذا عشان تفهموا اكثر لانه اسهل تفهم اذا رسمت لك اياه هون. ونفس الشيء 120 درجه منه شو بنعمل؟ بنعمل شيفت 120 درجه هيك البي، وبعدين البي فبنحط هون ثلاث اسلاك وهون ثلاث اسلاك للبي، ومنرد بنلف 180 درجه بنحط ثلاث اسلاك للسي وثلاث اسلاك للسي. ففعليا الستيتر تبع الاندكشن موتور او الاي سي اي سي ماشين لو فتحته راح الاقي مفتوحه فتحات كثير من هون، مش بولز جاي زي الدي سي موتور. في الدي سي موتور كان عندي ديسكريت بولز، مش كان عندي بول كامل هون، كنا نقول هاي بول وهي بول، ما بنبني بالاي سي بنفس الطريقه، ولهلا راح اليوم راح نشوف فيديو. اذا هاي مهم التوضيح هذا، البولز ما ببنيهم بهاي الطريقه، ببنيهم بالطريقه هاي الاسلاك اللي موجوده. اوكي؟